لكن الأرقام الثانية تطمننا، تطمننا الكل أنه ضد يانجا شفتوا نسبة الاستحواذ، لكن شاتوا 4 كرات على المرمى، 60% ضد الواك، 3 فقط شوتات على المرمى، ضد الأهلي 68%، 4 تسديدات، وضد مازيمبي 71% الاستحواذ، ولكن وصلوا 3 مرات للجول. يعني مش مقياس أنك تاخذ الكرة، ولقاء الذهاب كان تفوق فيه في رأي المتواضع تكتيكيا ميغيل كاردوس على مكوينة. إن شاء الله نثبت الياب، يركز في البدايات، إذا مرت الربع ساعة الأولى السلامات إن شاء الله فما كان الخير. طبعا ما ميلودي نتصور بالشعب تضاغط من البداية، ولكن المساحات ستتوفر تباعا مع تقدم المباراة على بركة الله. انطلقت المواجهة، يمشي كرة ملعوبة طويلة عند مماش دراج، يلزم ثالث في بطولة افريقيا، 9 دوليين ومعاهم اجانب محترفين يستقدمون عن طريق ريبيرو، يمشي بالكرة بالبوكس، يمشي كرة بالراس عند كمماش، مشترهم قبلوا جول. يعني من الاخر وعلى الاخر اذا الترجي ماركي بونتو ترجي للترجي الرياضي التونسي. 5 دقائق لعب في الشوط الاول جدا، ماسيكو يحاول يدخل على طرف يشوط، ومره اخرى يتالق مماش دويلا بن حميده، حط بدنك ما تعطيهاش ثقه الكره، خرجتوش غرب، ولكن هذا ميلاد حارس عملاق، ميس عليك يا مماش. كره هدف دفاع بالمرتده، غشه يمشي غشه ممتازه وفي خطا، فاول الترجي غشه، حسام الدين عدي يمشي غشه يلعب الكروس على القائم الثاني، اعطي بيسار والكره خطيره وعرضيه، ومماش امان الله، مماش يمشي بالكره الان، وصل كره يد قاد هربت عليه لونغا اللي عمل السونتراج، وبرافو مماش، ولكن عندهم برشا نقائص وبرشا عيوب. يرجع وسط الميدان كان يلعب الكره طويله، رد بالك رد بالك بالراس، واوت ضربه مرمى نتاعنا مسيطر، لكن روجي يلعب كره خايبه. ركز جنوب الافريقي يلعب الكرة هذه الطويلة، اش معناها؟ معناها ما لقش شيء، لكن هكا عودتها هذه روجي، يا وعد روجي حط الكرة عطاها باس تسديدة، وبرافو روجي، رايع أنت تقولي. الفريقين الاثنين باش يدخلوا لأرضية الميدان، لأرضية داو، يضغط بن حميدة، يلعب الكرة طويلة، ويخرج الحارس، أمان الله مماش، للفريق الجنوب أفريقي، والكرة ممتازة ما يشوط الشاط، الأولى والثانية خرجت من توكا، ياسين، أسد الدفاع ياسين مرة أولى مرة ثانية، يدخل ياسين مرياح، تقى اللي يتبع الكرة لأنه كان باش يشوطها، كان باش يشوطها عبارة، يلا غيلان، غيلان الشعلالي، حط الكرة رودريجو، والكرة فيها تسلل، المالية لهذا الفريق. الكرة خطيرة جدا، ترجع بالراس خطيرة، ومماش في مكان خطير ومناسب للفريق الجنوب افريقي، خطيرة ومرة سلامات. كرة تقريبا الدوبل فريق ماميلودي سان داونز، وسهل انك كرة كانت طويلة باهية من غيلان اللي تبع ياساس، سجل 5 أهداف وصنع 6 منذ قدومه على الدرجة، عادل احلاها انتصار، والكرة ترجع من اليسار، خطيرة جدا بعيدة الكرة، ماشي خطيرة. كرة بآخر دقائق الفترة، مرة أخرى كرة طويلة، ترجع سهلة ضربة مرمى للحارس. شوف الكرة، يمشي فريق جنوب أفريقيا، خطيرة، ملعوبة، ومرة سلامات. لعب كرة طويلة، رد بالك، رد بالك على القائم الثاني، تمشي كرة خطيرة، والحارس مماش. شوف تسريح الكرة وتحرير الكرة وطويلة برشا، وخروج مماش. لوفتوس 0 سان داونز، 0 الترجي. مماش فسخ زوز اهداف للماميلودي سان داونز، من الله اللي بيرو مماش، والكره تمشي للترجي في مناطق ويليامز، يخرج ويليامز فطار، والكره خطيره من بيتر تشالوليني، بيتر بيتر يلعب العرضيه لارجي، يمشي بالكره في اليسار، يحاول التوزيع امامه ياساس العرضيه، ونقاط قوه فريق سان داونز اللعب في الموفمون، والكره ترجع خلاتوش تاخر ياساس المستمر لانه يرجع معاه بن عز، ويخرج ويليامز، يخرج ويليامز، ترجع كرة الماميلودي مرة أخرى، كرة طويلة ممتاز جدا ياسين مريح، شب كرة طويلة من برافو وبالراس، برافو مريح لكن خطيرة وبعيدة، كرة كرة ما فما شيء، كرة عن طريق مماش،
وحذر يربح احترام يمشي يوزع كرة ترجع إلى التماس لفريق السان داونز. حميدة يصنع حاجة، امشي يا بن حميدة امشي بالحاجة. يا بن حميدة فاتت مريح، استعمل يديه في اللقطة خلي نتصور مساحات، ما عندوش خيار في السكور السلبي. ضربت مرمى للترجي، تمشي كرة عن طريق أليندي وبالراس ترجع أليندي، انتهي الكرة التسديدة تمشي كرة من أليندي. أليندي وبرافو يطير طيران من السنغال، يقول ما فما شيء والكرة ترجع من اليسار. حط بدنك حط بدنك، باية ممتازة من ديكانا. ديكانا كالعادة يلعبوا الكرة الطويلة، حذاري يخرج من ميش وشليبة في هذه اللقطة يتعامل أكثر، يشد كرة قدامه. حذاري كرة طويلة واوت من شالولولي، كونوا مركزين صامدين في هذه الدقائق. شوف الكرة خطيرة والحارس وكرة مشت، تحب غشة يلزم فما شانجمون. يمشي بالكرة الفريق الجنوب أفريقي، التسديدة وكرة يمشي كرة خطيرة جدا ترجع بالراس من دفاع الترجي عن طريق بن حميدة. قالت عند الأولاد التسديدة، الدفاع من مريح وخطيرة ومرت سلامات. مر دف لمازيمبي بالفار على أساس لمسة يد، هذا شقال ما نقدرش نكملوا بهذه الطريقة من الميدان. ترجع من أليندي، أليندي يلعب كرة طويلة ياسين مرياح بيتر شالولولي، هز الكرة خطيرة لونجا لونجا والدفاع من الترجي الرياضي عايب. هز الكرة للترجي يمشي وجوه للترجي الرياضي، يلا خلص يا بوشليبة إلى النهائي، ولكن مازال 1-0 من الكرة في 57. السيناريو القاتل، احنا الترجي اول من يسجل في سان داونز في مرماه. 1-0 1-0 الترجي يتقدم، 2-0 بين الرايح والجاي. 1-0 من يخون الترجي تخونه الايام يا سان داونز اللي ترعد برعوداتها وقت اللي خبر هالجولة أنو الترجي في النهائي وكرة على عارضة. توغاي بالراس قبيلو خطيرة جدا قبيلو والكرة ترجع والدفاع ويطاجأش بقوة بحظ والحظ مع الأبطال نظيفة كسر بها الب... عيدت لنا السي رشيد، قلت لها كانت شي بنت الناس بغيتيها تتزوج ولا هداياك. أييه عيطت لنا واحد السيدة من مراكش عندها 38 سنة عندها مجوجة ومطلقة وعندها جوج بنيتات. لا أرملة ميت لها الراجل، ميت لها الراجل الله يرحمه. وقالت لي هذاك السيد إلا بغى قبل بيا ببنياتي قبل بولادو أنا. طولتي سي رشيد. نعم سيدي. سهلة الأمور إيه ولا لا؟ من حقك. والمهم شوف سي عزيز. نعم. ودوز هذه ولكن ممكن. ها هي معاك مباشرة، تفضل أخويا قول له السلام عليكم. ها. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لاباس أختي بخير؟ لاباس الحمد لله، يسوسك الخير، أنت لاباس بخير؟ الله يبارك فيك. بارك الله فيك. أختي عندك جوج بنيات؟ عندي جوج بنيات إيه. تقدري تعيشي معايا في البادية؟ لا البادية لا. شكرا با رشيد، شكرا اختي خديجة. نعم اخويا. ما واضحش مال الاول هذا، ما قال لا بادية في الاول لا والو، ما ساكنش ما ساكنش في البادية، ما يسمع جوج بنات بغا ماشي يقدر يقول لا بواحد الطريقة عقلانية. لا ماشي مشكلتني هانية. قول اخويا لا ما نقدرش، انا ما نقدرش نصرف على اربعة الاولاد ولا عادي يا صاحبي كونوا واضحين. انا خدامة. ولا صافي اختي الله يسهل لك في محسن. بارك الله فيك الله يخلي لك في حياتك. تعلموا تكونوا واضحين، قول لي لا خي عزيز اسمح لي انا ما نقدرش وخليها مره اخرى وشوف لي لا واش تقدري تدوزها لي باش تقول لا واش تقدري انت راه ما ساكنش في الباديه اصلا. البرنوسي باديه؟ ها؟ انا ما فهمتش انا تبغي دير لنا زعما طولانتي، راه قلتي لنا البرنوسي، البرنوسي برنوسي راه مدينه قدا قداش بوحدها مدينه. واجهوا شي شويه الحقيقه صاحبي، دوز لي السيده باش وما ديرولناش هاد البنانات الخاوينا صاحبي الله يرضي عليكم. زعما باش تحرجها ولا واش تعيشي في الباديه؟ اختي خديجه نعتذر منك ولا بان شي واحد احنا معاك. بارك الله فيك الله يخلي لك تحياتي لك يا عزيز. بارك الله فيك شكرا تحيه.